إطار غرس روح الإنسانية والخدمة الاجتماعية في شخصية التلاميذ، تحرص إحدى المدارس على قيام طلابها بمشروع سنوي يهدف لخدمة المجتمع. وفي هذا الصدد جاء مشروع طلاب هذا العام جمع تبرعات لصالح مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، وأقيم حفل على شرف جمع التبرعات التي بلغت قيمتها 250 ألف جنيه لبناء غرفة جديدة داخل مستشفى الدكتور مجدي يعقوب. طلبة المدرسة بيعملوا من أجل مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب في أسوان، والسنة دي كان الهدف بتاعهم ان يجمعوا ربع مليون جنيه، 250 ألف، علشان يعملوا أوضة كاملة للمريض. في المستشفى في طلبات كتيرة من مرضى من كل أنحاء مصر للعلاج، لكن ما فيش الأوض الكافية، فالمدرسة عملت الأوضة 63، والنهاردة إن شاء الله هيكون هنقدر ندي المبلغ لنعمل الأوضة 64 في مستشفى دكتور مجدي يعقوب في أسوان. هم عملوا كذا مشروع على مدار السنين اللي فاتوا علشان يجمعوا فلوس ويقدروا يفتحوا بيها مركز عناية مركزة في المستشفى دي، عشان يقلل وقت الانتظار للناس اللي بتتعالج يعني في المستشفى يعني. فده حاجة كويسة، لأنه الطلبة نفسهم بيحسوا بأنه هم عندهم دور في المجتمع وكده، أنه هم يعني يفيدوا بلدهم يعني. الفكرة جات للدفعة إن احنا نعمل حفلة خيرية، إن احنا نحاول نلم منها أكبر قدر من التبرعات عشان خاطر نقدر نوصل للتارجت اللي عايزاه المستشفى. فالمشروع ده بيتعمل في المدرسة بقاله دي السنة الثالثة، بقاله سنتين، أنا بسمع عنه من قبل كده طبعاً. تمام، هو كل سنة المدرسة بتوفر غرفة عناية مركزة كاملة في مستشفى مجدي يعقوب. احنا في شهر 2 اللي فات زرنا المستشفى جزء كبير من الدفعة، وشفنا قد ايه ان في نقص في السراير، وان في كمية مرضى كتير ملهاش سراير. ففكرنا ان احنا نعمل مشروع، بالمشروع ده نقدر نساعد بيه ان احنا نبني سرير في المستشفى، وده هيساعد في شفاء مرضى كتير. الويتنج ليست وصل لسنتين. تمام، فاحنا فكرنا ان احنا نعمل الأوضة دي عشان يعني الألم بتاع المرض دي يتخفف. دفعة السنة دي بتحاول برضو انها توفر أوضة تانية لصالح المستشفى، والإيفنت شغال، مستقبلين الناس الموجودة معانا وفي انتظار ان هم يساعدوا الدفعة دي انها توصل للحلم بتاعها. مبادرة مجتمعية تقدمت بها جمعية أطفال بلا مأوى تهدف لدمج الأيتام في المجتمع من خلال أنشطة رياضية وفنية ودعم مواهبهم وتنمية قدراتهم. أطفال بلا مأوى، احنا لما ندمجهم النهاردة في فرق رياضية أو فرق موسيقية انت هتكتشف فيهم مواهب كتيرة. الأول اتنين بتحولهم من طاقة، الجميع بينظر لها عالة على البلد، بنحولها إلى طاقة فعالة في وسط المجتمع، وبتحولهم من شيء هو داخل نفسه بيبقى حاسس أنه بلا قيمة إلى شيء له قيمة، إلى إنسان له قيمة وفعال في المجتمع وله دور وله طموح. الفكرة باختصار أن أنا بلف محافظات مصر كلها، أخذ من دار الأيتام ودور الرعاية والأطفال اللي هم بلا مأوى في الشوارع، أختار منهم الولادة اللي عندهم موهبة الكورة، يعني بختار بس اللي عندهم موهبة، اللي هو ممكن يبقى عنده يعني موهبة وعنده مبادئ ان هو ممكن يكون لاعب كورة. الحقيقة النشاط ده ان هو اهميته ان هو بيجمع كل الاطفال اللي هم اللي بلا مأوى، بنستضيف الحدث ده وبنخليه ان هو يلمع، وبنخلي الاطفال دول ان هم يظهروا، بالذات ان احنا بنسلط عليهم الضوء، بنسلط عليهم الكاميرا، بحيث ان هو الاطفال دول يبقى لهم وجود، ويبقى لهم الاطفال الموهوبين بالذات والحاجات دي. فاكيد ان احنا يعني بنهتم بالمواضيع دي. جمعية اطفال بلا مأوى بشكرها بوجهلها الشكر ان هم حضرتك بيرعوا كل الموهوبين من الاطفال اليتامى، ويمكن دي الاول مره تحصل في الجامعات الخيريه، اللي كل جامعه خيريه بتحاول حراك ان هي تساعد الاسر الفقيره، بتعمل زواج جماعي للغير قادرين. اما النهارده الجمعيه دي ان هي حراك بتاخد كل موهبه من الولاد او البنات وترعاهم رعايه كامله. صندوق تحيا مصر ما يغفلش
الأطفال اليتامى، بل دعم أكاديمية الأطفال بلا مأوى على أساس أن هم يهتموا بهؤلاء الأطفال هيسيبوا يضمهم للثروه البشريه بتاعت مصر. اللقاء الجميل اللي معمول اليوم النهارده، انا من وجهه نظري على حسب قول المصطفى عليه الصلاه والسلام انا وكاف اليتيمه كهاتين، واشار بالسبابه والوسطى، ان احنا النهارده بنهتم بالجيل ده كاجتماعيا ثقافيا دينيا رياضيا. نتكلم على الشق الرياضي اجمالا، النهارده الرياضه بتعتبر اهم شيء بيمثل البهجه والسعاده بالنسبه لاطفالنا او لشبابنا في المجتمع المصري. النهارده جاي تلعب ايه؟ هتشوفوك النهارده ولا ايه؟ اه ان شاء الله، وكتبوا اسمي من اللي بيعرفوا يلعبوا. نفسك تبقى تلعب في نادي ايه؟ الزمالك. زملكاوي؟ اه. تلعب ايه بقى في الملعب؟ خط نص. تلعب كرة من وانت عندك كام سنة؟ سبعة. نفسك تبقى ايه قدام بقى؟ ابقى لاعب ان شاء الله. مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. يبدو أننا نعيش في عالم أصابه الجنون، الحادث الإرهابي، دهس المصلين أمام واحد من المساجد الشهيرة، أهم وأشهر المساجد في لندن، خاصة المسجد ده تحديدا اللي كان فيه أبو حمزة المصري اللي سلمته بريطانيا بعد ذلك للولايات المتحدة الأمريكية. دهس المصلين بهذا الشكل الجنوني، البعض هنا بقى بيتساءل هل دي عمليات مضادة للعمليات الإرهابية؟ هي عملية إرهابية، ولكن هل يمكن التعامل مع العمليات الإرهابية بدهس المسلمين في الشوارع كده؟ يعني امسك مسلم، امسك مسلما تنجو وتأمن، ولا ده يزود العمليات الإرهابية ويغذي الشعور عند الجماعات الإرهابية ويغذي كمان ما تفعله يعني، ويعطيها دافعا للقيام بعمليات إرهابية؟ هل دهس المصلين أمام المسجد هو رد على ما تعرضت له لندن من عمليات إرهابية؟ والرد جاء من مين؟ من الذي قام بهذا الرد؟ إيه المعلومات المتعلقة بهذا الحادث والتي لم تتوفر حتى الآن؟ هل هندخل في حماقات من هذا النوع، يبقى في نزعات عنصرية باتجاه المسلمين في كل دول العالم؟ والله اللي يتورط في عملية إرهابية يساءل ويحاسب ويحول إلى المحاكمة ويحاكم يعني. إنما أنه يتم التعامل مع مصلين ومع مسلمين ويتاخدوا كده بهذا الشكل دهسا جنون أحمق كما وصفه عدد كبير من المحللين، وده هيدخل المنطقة كلها في جنون متبادل بهذا الشكل يعني، وتبقى فاتورة الدم باهظة. وأنا سألت سؤالا، هل يعني في محاولة عند البعض كده بيرفع شعارا من نوع امسك مسلما عاقب مسلما، تعالوا نشوف أي مسلم في الشوارع فنعاقبه؟ وانا بقول ده في سياق ايضا حادث لسه هنعرف ايه المعلومات المتعلقة به في الولايات المتحدة الامريكية. نبرة مصرية 17 سنة، وايضا تم الاعتداء عليها في الولايات المتحدة الامريكية وقتلها. معايا والدها الاستاذ محمود ابو راس ابو روس. يا استاذ محمود اهلا بيك. يعني أستاذ واحد، قولي إيه اللي حصل لنبرة يا أستاذ محمود؟ والله مساء الخير، السلام عليكم، كل سنة طيب. ربنا يعني يصبركم جميعا على 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 المصاب ده، وإن شاء الله القصاص العادل هو الحل يعني. الله يحفظك، الحمد لله. إيه اللي حصل؟ والله إحنا طبعا أنا عندي أربع بنات، وبنحاول إن إحنا
نربيهم تربية إسلامية، فما عندناش عداء مع أي حد. فهم في العشر الأوائل دول بنوديهم الأواخر أيمين بنوديهم في صلاة للتهجد يعني في المسجد. وبعدين هم راحوا، أنا ما روحتش معاهم، هم كلهم راحوا مع بعض، هم زي مشوا جروب يعني 15 أو 17 منهم 13 هي كانت عزماهم عندي في البيت يعني أصحابها مسلمين. وبعدين راحوا المسجد في صلاة التراويح، مشوا البيت من عندي 8:30 بالليل ومشوا لصلاة العشاء والتراويح الساعة 1 الفجر. والواحد الفجر هم راحوا في أكل في المسجد، بس هم راحوا لماكدونالد جنب المسجد. وهم راجعين زي الساعة واحد من واحد أسباني عنده 22 سنة راكب عربية حمراء، المهم نزل من عربيته مع بيسبول ستيك بعصاية كده بتاع البيسبول، جري وراهم، جري ورا زي 14 أو 15 هما بنات يعني لابسين حجاب والإزدال الطويل. يعني و و و و واضح المعالم تماما اللي بتؤكد يعني أنهن يعني مسلمات يعني، وبالتالي يمكن أن يكون الدافع عنصريا هنا أو طائفيا أو إرهابيا يعني. تفضل. نعم، أنا قلت للبوليس الديتكتيف وكل البشر أو الميديا هنا إذا كان CNN كل البتاع ده حاجة عنصرية، لأنه هو في ناس في الشارع، هو ساب كل دول وجرى ورا دول، جرى ورا عمل إيه بقى؟ جرى وراهم وبنتي وقعت في الأرض نبرة. لما بنتي وقعت هو جرى وراهم برجل يعني، وراح جاب عربيته وخد ضرب البنت، هو الأول ضربها بالبيسبول ستيك، ولما وقعت راح جاب عربيته وخدها جوا العربية ورماها في فليكان كده حتى كده زي بحيرة صغيرة في مية يعني خدها في عربيته بعد ضربها. ايوه ضربها الاول هي كانت اخر واحدة بتجري، ضربها الاول وقعت هي في الارض. والبنات اللي معاها جريوا، والمسجد مش بعيد خالص من ماكدونالدز. في واحد صور العربية، هي عربية لونها احمر، المهم البوليس بيدور على العربية الاحمر، هو في الوقت ده كان رماها في المية ليك انت مية صغيرة يعني جوه الاشجار جنب المسجد، بس رماها. والبوليس جالي في البيت زي الساعة 3:15 الصبح، قال لي مش لاقين بنتك، كانت مع جروب مش لاقينها، احنا بندور عليها. وبقوا يدوروا عليها بالطيارة وكده يعني، المهم البوليس كله. وزي الساعة 3:00 قالوا لي احنا كل ده انا متواجد جوا المسجد والناس بتيجي وكده، مش عارفين هي راحت فين وهي اوريدي جوا المية. بس وبعدين زي الساعة 3:00 أو 3:30 البوليس قال لي هي لابسة ايه كده، اديتهم المواصفات ان هي لابسة حجاب والإزدال الطويل وكده. قال احنا لقينا واحدة زيها جوا المية بس مش متأكدين منها وبتاع 90% هي. قلت لها، قلت لهم لا ده هي، اذا انتوا اذا يعني. المهم قالوا لي زي الساعة 5 قوم قالوا لي ان حضر نفسك ان تدفنها يعني للفيونر اجراءات الدفن وكده، ولسه هي في المشرحة. والمهم كل الميديا لما بيجوا لي انا بنقول لهم هي اضربها عشان هي مسلمة، اضربها عشان هي اي واحدة تانية يعني. ودولة مجموعة من البنات كلهم لابسين محجبات يعني، ورايحين من الماكدونالدز للمسجد برجليهم.
هو خدهم على الهوية وعلى الشكل كده، ان مسلمات ما يعني هعتدي عليهم بهذا الشكل. ايوه انا سألت الديتكتيف بتاع البوليس، قلت له يعني انا بس عندي سؤال واحد يعني، فكان اذا انا ممكن اسأله، انا عايز اسأله، هو ضرب بنتي ليه يعني؟ احنا ما نعرفوش الشخص ده ولا الشخص ده يعرفنا. ليه ضربها يعني؟ انا بس ده انا عايز اجابة منه. قال لي I don't have comment، ما عنديش اجابة ليك. انا قلت له ده ريس يعني، ده عنصرية. بس ده اللي حصل. طيب. منتظرين. وحتى الان لم يتم التوصل اليه يعني، ولا تحديد هويته يعني. لا، هو البوليس قبض عليه. يعني ألقوا القبض عليه يعني. ألقوا القبض عليه راون الساعة كده، أظن الساعة 6 الصبح. هو رماها في الليك وبيلف يعني، بيلف حوالين الجريمة. هو البوليس بيدور على عربية لونه أحمر، فوقفوه بالصبح. وبعدين قالوا لي احنا مسكنا واحد بس مش متأكدين هل هو ولا مش هو، احنا لسه بنعمل انفستيجيشن عليه زي بتحري وكده وحنقول لك. وجم زي الساعة 3 الظهر قالوا لي لا، هو اعترف ان هو اللي عمل الحكاية دي، بس البنت احنا مش عارفين هي بنتك ولا واحدة ثانية. وبعدين رجعوا قالوا لي زي 90% يعني. وبعدين رجع قالوا ده هي. وهو اعترف، ما قالش ايه السبب اللي دفعه لكده يعني. لا، هو الديتكتيف بتاع البوليس، انا وجهت له السؤال ده، انا قلت له انا بس عايز اساله سؤال، احنا ما بنعرفش الشخص ده ولا الشخص ده بيعرفنا، ليه هو ضرب بنتي وكمان رماها جوا الميه؟ قال لي I don't have comment، ما عندوش يعني زي انا ما عنديش اجابه لده. انا قلت له على طول هو ضربها، هو جرى وراهم عشان دول مسلمين. طيب ربنا يصبرك ويتغمدها الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، ونشوف ازاي نتعامل بقى مع هذه الحوادث العنصرية اللي بتستهدف المسلمين بهذا الشكل يعني. استاذ محمود، هل السفارة تواصلت معك؟ تدخلوا؟ اي حاجة حصلت؟ لا، بالنسبة لاحنا هي مولودة هنا، وانا والدتها عندنا الجنسية الامريكية يعني. امريكية اعتبر. وبعدين يعني كل الميديا بيسألوني يعني انت اكدت ان الموضوع عنصرية باتجاه المسلمين يعني؟ ايوه قلت لهم ده يعتبر عنصرية، وقلت لهم احنا ملناش ضغينة ولا هجم ولا كراهية لحد يعني، حتى للميديا. قلت لهم احنا انا بربي الطريقة. قلت لهم قالوا لي انت من فين؟ قلت لهم انا نوبي من اسوان في مصر يعني، احنا وي جرون اب ناس بيس يعني، مش بتوع يعني مش بتوع عنف يعني، ولا لا عنف ولا كراهية يعني. ايوه احنا بنحب كل الناس يعني. وهي اصحابها كتار مسيحيين، أصحابها الكلوز خالص مسيحيين، وبيجوا يباتوا معاها في البيت، وإحنا بنعاملهم زي نبرة، ما عندناش أي كره لأي حد. نبرة 17 سنة؟ نعم 17 سنة. وقالوا لي إيه المسج يعني اللي أنت عايز تقوله للناس؟ أنا قلت لهم أنا مش عايز ده يحصل كراهية لأي نوع من الدين، ومش عايز حد يكون في نفس البتاع الفيلينج بتاع أنا يعني. مش عايز يحصل لأي حد تاني، إذا كان مسلم مسيحي يهودي ما عندوش دين. قلت لهم احنا واي وهيت جدر يعني، احنا ليه ما نحبش بعض يعني. طيب هنتواصل معاك يا أستاذ محمود إن شاء الله، ونشوف كيف تم التعامل مع هذا الحادث العنصري واضح المعالم.
زي ما انتم عارفين لما اي عملية ارهابية بتستهدف مواطنا ينتمي الى اي دولة بتقوم الدنيا ولا تقعد يعني، والدول والحكومات الغربية تثير دائما ضجة تتعلق بذلك. احنا كمان يجب الا نصمت، هو حادث عنصري هنضعه في اطاري يعني ما فيش حد بيتهم الجميع بالعنصرية يعني، لكن حتى لا يتم الالتفاف حول حوادث من هذا النوع يعني، زي الحادث اللي شفناه بالأمس يعني. مهما كان اللي حصل في لندن خلال الأسابيع القليلة الماضية، عدة عمليات إرهابية، فيبدو أنه في كمان نعرة أو نزعة أو اتجاه كده، تعالوا ننتقم من المسلمين، دهس المصلين والمسلمين أمام المسجد، الحادث الإرهابي اللي حصل في لندن في وقت متأخر من مساء أمس أو حتى صباح اليوم يعني. هنتابع معاكم كل التفاصيل في هذا الحادث معايا، بس هاخد كمان نشوف بشكرك ألف شكر يا أستاذ. شوف حادث ثاني من نوع آخر في مصر، دايما الملاهي لازم تكون في ضمانات وفي تأمين كافي، حتى اللي بيسافر في كل دول العالم بيشوفوا ازاي الناس بتتأكد من الأحزمة المربوطة بشدة والنظام المعمول به، لأن أي خطأ هيؤدي إلى كارثة، موت عدد كبير أو حتى موت شخص واحد. الحادث اللي هتشوفوه دلوقتي حلقة جديدة في مسلسل الإهمال المتعلق بالملاهي، نشوف. ايوه هدول احمد حلمي. اوكي من الناحيه الثانيه ولا ايه؟ اسراج خلي بالك من النضاره، اغمى عليك. احنا كنا معزومين كلنا على فطار الشركه عامله لنا، وجينا في اخر اليوم حبينا نلعب بالملاهي، فركبنا اللعبه دي. طبعا لقينا كانوا شخصين بالظبط اللي بيأمنوا علينا في الملاهي، لفوا علينا كلنا، بصوا كده يعني مش امان جامد يعني، اللي هم بيبصوا بس بيتشكوا عادي. واثناء اللعبه مفيش بالظبط دقيقتين اللعبه اشتغلت، انا كنت قاعده قدامهم شايفه بالظبط المنظر بدون ما اتحرك يعني. فلقيت اللعبه مجرد دقيقتين اشتغلت، لقيت الحسام يقع من فوق. طبعا الحديده لقيناها اتفكت لوحدها، الولد نزل مره واحده لوحده يعني، لقيناها في ثانيه بالظبط قدام عينينا يعني. كان في ولد بيقولوا ان هو صاحب الملاهي وهو اللي مسؤول عن تشغيل اللعبه. الراجل ده جه معانا في عربيه صاحب الشركه، ودخلنا مستشفى في امبابة. قعدوا طبعا يعملوا لنا مشاكل، محدش راضي يستقبل الحالة وكانوا متعبين جدا. واحنا بننقل الولد لقينا صاحب الملاهي دوت مش موجود اصلا، قعدنا نسأل هو راح فين وكده. كان في تشخيص مبدئي ان الولد عنده نزيف في المخ، في الدكتور شافه كده في الاول قال ده ممكن يبقى نزيف في المخ، نقول له مستشفى تانية، الحقوا نقول له مستشفى تانية. اللي كان معانا في اول مرة في مستشفى امبابة اللي هو كان بيشغل اللعبة نفسه اختفى، بعد كده اخوه جه، وكان في عامل كافيتيريا كان موجود معانا برضو كان متابع معانا، جري معانا يعني، الراجل كتر خيره بعربيته ومشينا معاه. وبعدين رحنا مستشفى طبعا وطلبوا مننا 25000 جنيه تحت الحساب. اخو صاحب الملاهي ده بقى لما جه دفع المبلغ، واكتشفنا بعد كده لو عنده كسر، وكان نزيف في حاد في المخ وكسر في فقرات الرقبه، وحالته صعبه يعني. ربنا يصبر اهله يا رب ويشفيه. طالب يعني بتعويض مادي ومعنوي لأسرة حسام يعني، ويكملوا علاجه، لأن حرام ان روح الإنسان تبقى سهلة كده يعني،
وتغيير طبعا الاقوال في المحضر اللي حصل من الباشمهندس محمد لما راح الاقوال اتغيرت. دي حاجه طبعا انا مش عارف اقول فيها ايه. ايه نزيف في دماغه ولازم تعمل له عمليه في الحال. اتصلت بالرئيس المستشفى فجاب له مستشار هناك وعمل لي العمليه في نفس الوقت. اخبر حضرتك فالحمد لله هو طلع بقى من المستشفى قعد فيها يومين وجبت مستشفى تانية اللي احنا متحملين مصاريف العلاج من الاول للاخر. هو دلوقتي في تحسن الحمد لله، يعني انا بحمد ربنا على هذا الوضع. شيء مؤسف يا جماعة، يعني لما تشوفوا المشهد زي ما بقول لكم مفيش حد أبدا في أي مكان في العالم بيستخدم الملاهي بأشكالها المختلفة إلا بعد توفير كل الضمانات وربط الأحزمة بشكل كافي. إنما إنه حد يسقط بالشكل شفناه ده يعني مشهد مخيف وحيجي في أذهان الناس كلها وهي بتتعامل مع الملاهي. يعني هي محتاجة ضمانات وتنتهي الأمور، وإلا لا داعي لوجود الملاهي من الأصل. يعني بدون الضمانات هتتحول إلى كوارث. شوفوا بتلف، ويعني هي إنك بتعيش مع الخطر لكن مع الضمانات بتتحول إلى تسلية وإلى لعبة. بدون الضمانات هتتحول إلى لعبة موت، وده اللي حصل. ما الراجل سقط اهو بين الحياه والموت. اخوه معانا استاذ محمد مصطفى، اخو حسام. يا استاذ محمد اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. طمنا اولا، اخوك حالته ايه دلوقتي؟ هو حاليا اخويا مهندس حسام دلوقتي حاليا في العنايه المركزه تحت الرعايه، بس الحمد لله حالته ابتدت تتحسن شويه. هي الاصابات ايه؟ هو في الاول لما جه كان في نزيف في المخ كان لازم يتعمل ساعتها، والا كان يعني هيبقى في حاجات يعني مش هينفع نقولها. ثانيا في كسر او شرخ في الفقرات في الفقره الرابعه والخامسه تقريبا، وفي شرخين في فوق عينيه عند الحواجب الناحيتين بالظبط الشمال، وفي تحت عينه اليمين شرخ في العظم. الكلام ده في العظم مش من بره، شرط في العظم. فده طبعا هيستلزم عمليات غير العمليه الاولى اللي هي كانت نزيف في النص، والحمد لله نجحت. يعني هي كان حصل ساعتها زمايله بلغونا وجرينا جري، ففهمنا ان هو كان وقع من فوق الملاهي وراحوا بيه مستشفى حكومه. فمستشفى الحكومه يعني تعنتت الاجراءات وقالوا مفيش سرير واخروهم، فاضطروا ان هم يروحوا مستشفى خاصه جنبهم في المهندسين. المستشفى الخاصة طلبت منهم يعني 50,000 جنيه قبل ما يفكروا يبصوا عليه. يعني انا مش فاهم يعني ايه المستشفى اللي بيطلب قبل ما تبص عليه مبلغ كبير زي ده. ثانيا حاولوا ينقلوه اي مستشفى ثانيه، فشافوا مستشفى خاصه في الدقي مستشفى الكاتب احنا بعتوه ليها، فروحنا كان مطلوب 25,000 جنيه. انا والدي كان حسابي ان طبعا ما دام في عمليه لازم يبقى محتاجين فلوس تحت المسائل. لقيت في خمسه مدفوعين، كملت انا ووالدي وكده ودفعنا 20 باقيين. انا ما كنتش اعرف مين دفع الخمسه الاولانيين اولا، يعني انا افتكرت ان هو مدفوع. طب قول لي الوقت خلينا في الحادث اولا، يعني ان شاء الله يقوم بالسلامه ونحاول نشوف ازاي كمان الناس. طب الحادث شيء غريب جدا، هو بيحتفل مع الشركه مش كده؟ نعم. ده كان معمول فطار ولا سحور للشركة اللي هو موظف فيها؟ اه طبعا مع الشركة كلها. طيب من خلال شهادات الناس ده حصل ازاي؟ في ضمانات ازاي يقع كده من الملاهي بهذا الشكل؟ انا مش عارف، هو المفروض ان هو متأمن عليه وبان في الفيديو، احنا ما كناش معاه، فكل زمايله والفيديو بيقول ان هو كان متأمن عليه هو وكل الناس اللي كانت موجودة. فجأة بعد ما طارت يعني حوالي دقيقة أو دقيقتين، يعني ثلاث أربع مرات تترفع وتنزل تترفع وتنزل، فجأة الحزام يعني الحديد اللي قافل عليه اترفع، الحزام معرفش اتقطع أو اتفك لوحده ووقع. وقع إزاي وهو لوحده اللي وقع؟ يعني مش عارف وقع إزاي. طيب خلينا نسأل الأستاذ محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة. أستاذ محمد أهلا بيك. مهندس محمد
مهندس محمد. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا استاذ وائل. مهندس محمد، يعني المشهد الحقيقه مؤسف قوي، يعني مش الناس قبل ما تستخدم الملاهي تتاكد في ضمانات ولا لا، وانتوا عاملين تجمع للموظفين الشركه مش كده؟ بالظبط يا استاذ وائل بالظبط. ايه اسباب اللي حصل؟ والله يعني انا ما اعرفش ايه اسباب اللي حصل. هو زي ما اي حد بيبقى عايز لحظه ترفيه في اي مكان، هو الشاب اللي لسه خريج دوت ولسه بادئ حياته ولسه بيشتغل جديد معايا في الشركه، طلع مع زمايله بعد ما فطرنا وصلينا للعشاء يلعب اللعبه عادي خالص، وزي ما حضرتك شايف كده اتفكت بكل سهوله وراح واقع يواجه المصير اللي كان عمره ما يخطر على اي حد، وهو شيء صادم لينا كلنا. احنا اليوم ده بنعمله مره واحده في السنه، بنفطر مع بعض بنتكلم انجزنا ايه في الشركه عملنا ايه. لا يعني هنا مين المسؤول هنا؟ نحاسب مين هنا لما تيجي تحاسبه مين يعني؟ والله حضرتك انا شايف ان اللي يتحاسب هم رقم واحد اداره النادي اللي بتستهون او ما بترقبش على الملاهي اللي عامله معاها تعاقد على ارضها في نادي نقابه المهندسين، وحاسب طبعا المسؤولين عن الملاهي من اول صاحب الملاهي لحد العامل اللي المفروض انه يامل 100% على المواطن المصري اللي قاعد عشان ياخد لحظه ترفيه ويقع يموت. يعني كل الناس دي بتتحاسب، يعني خصوصا اداره النادي جايين بس يقولوا لنا ان العقد مكتوب فيه ان المديريه هي اللي مسؤوله، فانتوا ما تتكلموش معانا. ده غير كافي تماما، يعني المفروض حتى تتحركوا معانا. المفروض في اسعاف موجود، المفروض في فريق طب على الاقل موجود، حتى لو دكتور واحد يقول لنا بس يفيدنا نعمل ايه. طب انهي مستشفى حتى القريبه؟ النادي لم يتحرك تماما، حركته الوحيده بس ان هو كان عايز يعمل محضر داخلي يثبت طيب. بس ان الحاله مش اكتر. بشكر حضرتك الف شكر. طيب استاذ وليد دي بالمحامي، اخد منه بس عليه اخير. استاذ وليد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل. اهلا بيك استاذ وليد. هنا الموقف اللي الحقيقه ده ممكن يحصل لاي حد. والله الواحد ما كانش متوقع يحصل كده، يعني الملاهي دي المفروض بتتعمل للترفيه ويبقى البني ادم سواء كبير او طفل يبقى متامن، لكن اللي بيحصل دوت ان واحد يروح يلعب لعبه في الملاهي. انا اولادي لما شافوا الموقف ده خافوا يلعبوا في الملاهي دلوقتي، خافوا ان هم يرتادوا الملاهي او يروحوا يلعبوا اي لعبه. الموضوع خطر جدا. طيب وانتوا اتخذتوا الاجراءات القانونيه؟ احنا دلوقتي الموضوع يعني المحضر حصل اول امبارح، الواقعه حصلت اول امبارح يوم 16/6. التحقيقات المبدئيه محضر جمع الاستدلالات بتاع اسم شرطه نقطه شرطه الجزيره، خدوا اقوال مبدئيه س وج للمبلغ اللي هو المهندس محمد عبد الرحيم اللي هو صاحب الشركه واللي كان متواجد لحظه حدوث الواقعه هو وزمايل المصاب. هتابع معاك الموقف القانوني ونشوف ايه اللي هيتم فيه. انا بشكرك، بتوجه لك بالشكر. تعال نشوف ايضا كمان في مركز شباب، يعني ده داخل مركز شباب والكلاب الضالة تهجم على طفل وتصيبه بإصابات بالغة. أزمة انتشار الكلاب الضالة والمسعورة بشكل بات يؤرق المواطنين وصل ذروها بتواجدها بالأندية والأماكن العامة، وفي هذا السياق عقرت عدة كلاب ضالة طفلا كان يلعب بالكرة داخل نادي عرب غنيم بمنطقة حلوان، حيث تجمعت الكلاب من حوله وانهالت عليه نهشا وعضا ما أدى لإصابته بجراح خطيرة بأنحاء مختلفة من جسده. كنت انا في النادي وكان في شويه كلاب جوه وبره، فانا جريت راح عضني، رحت انا بقى ايه نايم على بطني، نمت على بطني عشان ما فيش حاجه تعورني بطني، ما عرفتش اجري بقى، كل ما اجري يروحوا موقعيني على الارض. جالنا تليفون من الناس كانوا موجودين، هو مال لهم الرقم وقال ان هو راح مستشفى النصر، مستشفى النصر شافت ان حالته صعبه فحولوه على حلوان العام. حلوان العام قالت لا لازم يروح القصر، القصر قال لا احنا مش هينفع ناخده. رحنا وديناه مستشفى المنيره،
مستشفى المنيرة بقى عملوا اللازم وكده، والحالة إلى حد ما لحد لما استقرت يعني، فجبته البيت أنا بقى وقاعد معاه. أنا ابني متعور عند الملعب، كان بيلعب كورة جوه النادي وحصل اللي حصل دوت، يعني هو كان بينه وبين الموت إيه يعني؟ مفروض إن هو مكان أمين، لكن أنا لما بتكلم مع الولد قال لي ده هم اللي جايبين الكلاب وبيربوها وكلاب كتير، يعني أنا لما رحت امبارح بالليل بصيت يعني حوالي 18 كلب وكلاب ضخمة، يعني كلاب مش قليلة. كلاب ضلة، يعني هي مالهاش صاحب، هو لو لها صاحب كنا عرفنا قانونا نعرف نجيبه ونحاسبه، لكن المشكله ان دي كلاب ضاله من الشارع. ببقى خايف اخش النادي، الكلاب بتبقى في كلاب مصوره هناك بيخوفوا الواحد. ومش اول مره طفل يصاب منها، يعني في خلال مثلا الشهر اللي فات ده كله او الشهر ونص اللي عدوا دول تقريبا حوالي 4 أطفال، بس اقواهم هو اللي حصل لسعيد ده. يعني احنا خدنا قرار ان احنا نموت الكلاب، وهنموت هنعمل ايه؟ هتستنى لما تجيب واحد من رقبته، لو لعب في الشارع هيتخطف، ولو لعب في النادي الكلاب هتاكله، فاحنا في الغالب مش هننزله تاني يعني. هطلع فاصل، بعد الفاصل كما اعتدنا بنمزج السياسة بالفن، القضايا الاجتماعية بالفن، بنشوف ايه الافكار اللي يمكن انها تطلع من مناقشة بعض القضايا في المسلسلات لطبيعة البرنامج في رمضان تحديدا. طيب هنشوف بقى ملامح الدجل والشعوذة في بعض المسلسلات، كيف يمكن التعامل معها. البعض بيتهمها بأنها بتسوق للدجل والشعوذة، والبعض الآخر بيقول هي في النهاية عمل فني، والبعض الثالث بيدخل تسويقا للدجل ويقول لا ده موجود في الواقع. هنناقش معاكم كل ده بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد، هستكمل معاكم التعقيب على موضوع الملاهي الذي شاهدناه منذ قليل. ملاهي يعني ضمانات، بدون الضمانات تتحول إلى لعبة موت. هي في كل الأحوال لعبة تسلية وترفيه عن المواطنين، إذا لم أوفر الضمانات يمكن أن تتحول إلى كوارث ومصايب، زي اللي شفناها المواطن اللي سقط وهو بيؤدي لعبة أو هو بيستمتع بلعبة من ألعاب الملاهي اللي احنا شايفينه وهو قدامنا على الشاشة. مفيش ضمانات، مفيش ربط أحزمة بشكل كافي، هتتحول على الفور إلى لعبة موت، وهتبقى من الألعاب الخطيرة اللي هتؤدي إلى في النتيجة النهائية للي احنا شفناه. صحيح الحمد لله ربنا نجاه بين الحياة والموت، إصابات في منتهى الخطورة، لكن إيه اللي حصل؟ كيف يمكن أن نتفادى ذلك؟ في تعقيب من الدكتور محسن شاهين نائب رئيس مجلس إدارة نادي المهندسين بابو الفدا اللي حصل فيه الواقعة. يا دكتور محسن أهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ وائل، قول لي تعقيبك ايه اتفضل. انا كنت موجود ساعه الواقعه، كنت موجود في النادي، كان قبل منتصف الليل تقريبا، والحقيقه فوجئنا بشاب وشه عليه دم وكده. طبعا اتصلنا انا وبعض زملائه واداره النادي، اتصلنا بالشرطه وجبنا مندوب الملاهي او صاحب الملاهي، هم 2 شركاء، واحد خرج مع الولد على المستشفى، طبعا راحوا بيه مستشفى الاول المعلمين. كل ده مش اللي هيهم الناس دلوقتي، ازاي ده حصل يعني؟ خلاص ما بعد خليني ازاي ده حصل، ازاي ده يحصل يعني. تمام، اللي حصل بالظبط لما جات المباحث والنيابه وعملوا معاينه، خدوا تفريغ للكاميرات اللي موجودة عندي في النادي، وخدوا تفريغ للكاميرا بتاع زميله رئيس المباحث نفسه. خد بالواتساب الفيلم بالكامل من زميله، طبعا اللي معروض واللي عرضه صاحبه واخد حوالي 17 ثانية الفيلم، اكتر من كده. طبعا رئيس المباحث عرض الكلام ده على النيابة، النيابة خدت الراجل بتاع الملاهي وثبت من الكاميرات بتاعه النادي وكاميرا زميله ان تم تامين الحزام مرتين من 2 عمال، والاثنين عمال اكدوا عليه هو في الدوره الخامسه بتاعته وهو بيلف ميل بدماغه من الاطار الحديدي
وبيشاور لاصحابه رغم ان هم موجودين على الطبل اللي هم قاعدين عليه 10 افراد، هو اللي سقط لانه كان مميل بجسمه لتحت. اه بس لو الحزام محكم ما يقعش يا لا لا وقع، لان هو لما بينزل ايده لتحت هو الحزام عامل زي حزام العربيه بتاعت حضرتك وحضرتي، ولما يدوس على الزرار بيتفتح الحزام. طبعا النيابه شافت الكلام ده واكدت في التحقيقات بتاعتها. طبعا هو الملاهي اساسا مش بتاعه النادي، الملاهي موظفه. لا 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 يعني اما يدوس بس يا جماعه. لا 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 حضرتك النيابه ده مش تامين ده يا دكتور حسن. انت هو ما انا ما بسيبش للشخص هو يدوس ولا ما يدوس. لا 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 هو جسمه انت بتقفله، انت بتقفل جسمه على الكرسي مقفول مهما يعمل، حتى لو هو حاول يعمل حاجة ما يعني ما هو ما هو جسمه رفيع جدا، هو ده اللي سقط منه. هي المشكلة ان جسمه رفيع يا دكتور. هو خرج من الاطار بتاع كتفه يا استاذ وائل. ده كلام ده كلام النيابة. انا كلنا بنشوف في كل دول العالم وبنلف من لون اللي هيعمل ضمانات. ما فيش حاجة اسمها اصله دماغه دلدلها شوية. انا بقول لحضرتك تقرير النيابة، لان انا قفلت الملاهي 48 ساعة لغايه لما النيابه قالت لي ان احنا افرجنا عن بتاع الملاهي بضمان محل. هي البتاع اللي قافله عليه اهي مفتوحه اهي. ما انا بقول لحضرتك هو في حاجه الملاهي اللي بتلف في الجو دي انت بتقفل عليه بحيث انه ما يفتحش مهما حصل، حتى لو هو حاول انه يفتح. طيب هو بيفتحوا كلهم مع بعض، هي الوحيده بتاعته اللي فتحت والعشره اللي جنبه ما فتحوش. طبعا انا مش بدافع، يبقى في مشكله مع ما يبقى في مشكله عنده. انا مش بدافع على فكره، انا بقول ربنا يشفيه، احنا بنتابع الشاب. انا بس انا يمين انه ده ما يحصلش تاني لانه الناس كلها يمكن. هو انا عايز اقول لحضرتك هي الملاهي مؤجره من النادي، ورغم كده احنا يوميا بنتصل بالمستشفى، وصاحب الملاهي عمل ديبوزيت 25000 جنيه ومتعهد بدفع كل مصاريفه. طبعا النادي بيتابع، وصاحب الملاهي خرج بضمان محل اقامته من النيابه. الله اعلم النيابه كان تقريرها انه كل حاجه سليمه طبقا للمعاينه بتاعه المباحث بتاعه النيابه، لكن النادي طبعا بيتمنى له الشفاء، واحنا كلنا معاه وربنا يشفيه. هو خرج للعنايه المركزه. محسن شاهين الف شكر. واحنا بنتابع معاكم، احنا كنا ناقشنا معاكم مجموعه من القضايا متعلقه بالمسلسلات، منها مثلا ما يتعلق بغضب اصحاب المهن. كل اصحاب المهن يغضبون من تناولهم في الاعمال الفنيه، وشفنا ده في اكثر من مجال هذا العام تحديدا يعني. وهل يمكن ان يحاكم العمل الفني بهذا الشكل ام لا؟ طيب تعالوا نشوف كمان في قضيه تهيمن على بعض الاعمال الفنيه وبعض المسلسلات، وهي قضيه الخرافات والدجل والشعوذة. كيف يتم التعامل معها؟ البعض بيقول ان ده تحدث تأثيرات سلبية على المواطنين وعلى المشاهدين. بعض الاخر بيقول والله اصلا بيحصل في الواقع. والبعض الثالث بيقول تعالوا نتعامل معه لانه عمل فني فانتازيا يعني خيال وليس واقعا. هنناقش هذه القضية مع ضيوفي داخل الاستوديو. أقدم دكتور جمال فريزر استشاري الطب النفسي. دكتور جمال فريزر أهلا فرويز. بيك فرويز أهلا بيك. دكتور حسام عطية أستاذ الدراما والنقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية. دكتور حسام أهلا بيك. دكتور أحمد شاهين عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين والباحث في الميتافيزيكال. أهلا بيك. أهلا أستاذ وائل. دكتور أحمد خلينا ناخد بالوقت، أنت لما بتشوف المسلسلات دي خاصة إحنا كان لنا نقاشات قبل كده وأنت قلت يعني ده موجود في الوقت. هناك من يقول إنه ده تسويق للدجل والشعوذة والخرافات والجن بتتعامل مع هذه المسلسلات إزاي؟ خاصة لقيت لك تعليقات يعني بتتعامل معاه إنه ده يعني وكأنها واقع يعني. طبعا الاول بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضرتك اللي انت اهتميت بموضوع الدجل والشعوذه واثاره طلاسم وتعاويذ خطيره جدا في المسلسلات المصريه تحديدا لانها الاكثر انتشارا في الوطن العربي. طبعا هناك العديد من اعداء الوطن من يريدون ان
يفشلوا الخطط في مصر، سواء خطط التنميه او النجاح اللي احنا حققناه الى اخره. طبعا ما بيقدروش ان هم يخشوا مباشر عن طريق الجيوش او الحروب. في حاجه الايام دي بنعرف بنسمع عنها زي حروب الجيل الخامس والسادس والسابع، ما عادش الاول ولا الثاني، من ضمنها اسلحه الطقس، من ضمنها اسلحه السوشيال ميديا لحد كلها. في حاجات اسمها الانكونسوكرس او العقل الباطن، ان انت تدي رسائل معينه من خلال العقل الباطن. دي منتشره في هوليود، منتشره عن طريق الماسونيه، في حتى سجلوا لاوباما وبعض الزعماء، بل الاغلبيه من الزعماء الامريكيين والعالميين اللي هم يطلق عليهم حكومه العالم الخفيه او الماسونيين، من خلال اسمها الباك فورورد، بيسجل لقاء. في ناس سجلوا لهم الكلمه معكوسه، هيلاقوا ان هم بيدعوا الى عباده الشيطان، بيدعوا الى رسائل باطنيه معينه بتؤثر في العقل الباطن وليس العقل الوعي. في عقل باطن وعقل وعي. طب خلينا عشان ما ابعدش عن موضوعنا، المسلسلات اللي في حاجه جديده طبعا. يعني احيانا اللي هو اللجوء للدجل والشعوذه والخرافات. يا ريت لو دجل او شعوذه، هذا ليس دجل او شعوذه، وانما السحر حق متواجد في القران الكريم. حتى انواع السحر ذكرت، بسم الله الرحمن الرحيم، سوره البقره، فيتعلمون اللي هو قصه هاروت وماروت، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا القران الكريم اورد مثال لسحر التفريق بين الرجل ومرأته، فبالتالي السحر موجود، وهناك العديد من الايات. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله. هناك ايضا الاحاديث عن عائشه رضي الله عنها عندما حديث لبيد بن الاعصم. لا، وانه يظهر لك حد من عالم الجن زي ما حصل في عفريت عادل امام. لا، ما قصه عادل امام دي على جنب، انا يمكن زي ما حضرتك تفضلت انا علقت عليها، ووسائل الاعلام المقروءه اللي هي مجلات، مجله كبيره يعني، اخذت مني حوار بخصوص هذا المسلسل تحديدا. انا قلت ليس طبيعيا ان يصار في ثلاث مسلسلات خلال موسم رمضان دون اعمال السحر والدجل والشعوذه. هناك كفر دلهاب، هناك الحلال، هناك عادل امام. عادل امام عمل مسلسل العراف رمضان اللي فات، وعمل الحديث، وكان فيه على فترات متباعده زي الانس والجن، زي التعويذه الى اخره. لكن ان ياتي رمضان هذا العام تحديدا وتعقب هذه المسلسلات احداث شنيعه في مصر، فانا دايما انا قلت الكلام ده قبل ما يحدث وتنبأت بحدوثه. انا بربط ده مسلسل، انا بتهم عادل امام شخصيا تحديدا من خلال لان هو شخصيه معروفه. لما يجي يقول عزيمه البهاطيه اللي هي تتليه طوان بهاطيه، ده اسمه العهد القديم، هذه خطيره جدا جدا جدا. عندما يتلوها الناس مفكره ان ده هزار او ده عمل درامي، ابدا. عندما تطلق مش مجرد كلمه او مجرد عزيمه او طلسم، عندما تقول حرف يتولد منه روحانيه، ملائكه علويه او سفليه معينه، هذه الملائكه يعني بتبقى حتى لو هو بيمثل يعني هيطلع جن يعني. في اقول لحضرتك حاجه، مش في حديث اسمه يعني انا قاعد في التلفزيون بشوف كده ممكن طبعا وحصل معايا واقعه والناس حصل لهم واقعه بما فيها الاسكندريه. هقول لحضرتك حاجه، مش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اسنان هزلهما جد وجدهما جد، الطلاق والنكاح، صح ولا لا؟ قلت هطلق هزوج زوج، هكذا الطلاسم. انت شايف انه مفيهاش هزار، ما دام قال الكلمه تولدت منها روحانيه وحصل المشاكل، ويمكن حادثه المعاد الاوتوستراد والحاجات كلها اللي بعديها وهكذا. من انا بتهم يعني بلاغات للنائب العام او النائب العام عادل امام شخصيا لانه معروف، والمسلسلات الرمضانيه المتواجده دلوقتي انهم يعملون بصفه بطريق اندايركت او بطريق غير مباشر ضد مصر، هم اعداء الوطن. لان الناس بتستخدمهم يعني اقول لحضرتك حاجه، الناس بتستخدمهم. تستخدم ايه؟ ده مسلسل، ده ما قلت لحضرتك حاجه، هذا ليس فيه هزار، ده فانتازيا يعني. من بعد ما اثرت الموضوع دون انا حصل معايا مشكله الموضوع ده، وتم التسليط عليا بسحر معين بس ابطلته. لا يعني انت بتشوف انه ده يعني واقع، وحتى لو هو بيعمله تمثيل لكن يؤدي. مفيش تمثيل. ما قلت لحضرتك الطلاق والنكاح مفيش تمثيل. دكتور جمال تعليق كده، بندخل بس في الجانب اللي دايما بيشتغلوا عليه هم، انه يقول لك انه ده اصله موجود في الواقع وعالم الجان، هل تعتقد ده تغييب للعقل؟ هو ده اللي فيه تغييب للعقل؟ ما احنا لينا 30 سنه او 40 سنه في تغييب للعقل في المواطن المصري للاسف الشديد يعني. الانحدار الثقافي الشديد اللي احنا فيه من منتصف السبعينات حتى الان، ولم تقم لها قومة، ولا حتى في يعني بوادر نقول ان احنا الثقافه هتتعدل في مصر للاسف الشديد يعني. احنا زمان كنا بنتكلم على الثقافه الجماهيريه، وبنتكلم على دور الثقافه ودورها في زياده الوعي بالنسبه للمواطن المصري، النهارده مش موجود. الدور بتاعها الحقيقي مش موجود
يعني النهارده بقينا بنتكلم في السفلي وفي العلوي، العالم طلع القمر وطلع المريخ والنهارده بيدوروا على يطلعوا فين تاني. واحنا لسه دكتور احمد بيقول لك ده مجرد ان يقول هذه الطلاسم في المسلسل حتى ده بيستدعي في القران الكريم بيستدعي عالم الجان. الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقح من القران الكريم، الرسول تم مسحه مثل عبيد بن العاصم اليهودي. السحر موجود تمام والجن موجود تمام، ما اختلفناش. يبقى الطلاسم موجوده، ولكن الطلاسم موجوده تمام. ولكن انا النهارده في حاجات مش مفروض ان انا اطلعها للعامه، يعني في قدرات شخصيه لبعض الناس، قدرات بيقرا طالع بيقرا المتاخر، في واحد قدراته انه يقدر يعالج، في اللي هي القدره اللي هي الحساسه لكل انسان. هل دي موجوده عند كل واحد؟ حضرتك بتخلط ما بين الكشف وما بين العمل السحري. هل دي عند قدرات السحر دي موجوده عند كل واحد؟ لا، الناس معينه. الله يفتح عليك تمام. يعني اذا لو موجوده عند واحد في المليون في الشعب المصري يعني لو عندي 100 واحد ما اقدرش اطلعها على المشاعر للناس. الكلام ده يتقال لعادل امام مش ليها. انا ما احنا بنناقش، ما احنا بنبين ان ده غلط. لا انا مش بتهمك. لا هو عادل امام في النهايه فنان يقدم عملا فنيا، بس الله حضرتك حاجه بس يعتمد على اللي بيعمله سحر دايركت. اما يجي يقول لي التعويذ بتاعت الملك الاحمر، الكلام ده كله صحيح، وبنت الاسد الوضوب صحيح، والعزيمه الابلوقيه صحيح، والعزيمه البغاتيه صحيح. يا ريت. طب انا لو قلتهم دلوقتي في البرنامج انا ممكن اقول هيحصل مشاكل هتحصل والله. المشاكل بتحصل. عماره الازاويه عدم هنا كده، عماره الازاويه اللي في اسكندريه، والضباط اللي اتقتلوا في المعادي. يا دكتور احمد هقول لحضرتك حاجه، هل تذكر موضوع خلونا مع عماله. الدكتور بيقول لك العالم بيتقدم يا جماعه وبيشوف كيف ممكن ان يصعد الى القمر، كيف ممكن نجد اكتشافات لامراض. ده جانب وده جانب، مش في جانب روحي مادي وفي جانب باطني حتى لو بيؤمن بيه، ما في جانب ظاهري وجانب باطني. وتقول لي حادثه المعادي بتحصل بسبب مسلسلات الدجل، عماره الازاويه المائله، كل ده عشان المسلسلات استدعت عالم الجن. ما احنا نشوف يعني مصادر، الجن غاضب، نشوف مصادر. ده قال لك كمان الجن الجن الربي، عادل امام وصفهم بكده، الجن ده بيسمع والجن ده ممكن يزيق. انا بقول لك حصلت معايا مشكله بسبب كده، بس انا ابطلته بسبب تسليط من اللي حصل في المسلسل عادل امام، لان انا بينت الموضوع دون. هل مصادفه ان يجي كفه الهاب؟ كفه الهاب استعمل ايه؟ اللي هو بتاع الفنان الجميل اسمه مش عن الدجل والشعوذه، عن العداله، قضيه العداله. امال هو الطبيب الذي استخدم كتاب النكونيميكون او كتاب العزيف لعبد الله الحصرد اللي هو استعمله اليستر كراولي، اسمه كتاب الموتى. ده كتاب خطير جدا. هم ثلاث كتب، العزيمه البهاتيه اللي قالها، وكتاب الموتى في مسلسل، وده في مسلسل، وشمس المعارف في مسلسل. ده الفنان احمد حلاوه لما طلع لها كتاب للفنان هلا صدقي قال لها خدي الكتاب ده، بيقول للناس روحوا اشتروه، لان الناس عقولها ما فيش وعي، فالناس عايزه تحل مشاكلها. سحر العجيب في قلب السحر العجيب في قلب الحبيب، 1700 بتاع تعملي ايه وتعد الكسبره ايه ومش عارف ايه. وده كتاب موجود يعني موجود، الطلاسم وتعويذ الجن موجود، فالناس ضعيفه. كتب تحضير الجن كانت موجوده على محطه القاهره. انا دلوقتي هحل مشكله ايه؟ كنت بشوفه احنا مسافرين كتاب تحضير الجن. انا بس هحضره، بس اصرفه ازاي بقى؟ عادل امام وايه عادل امام ان هم بيعملوا ضد اعداء ضد الوطن. الراجل ده لم يخدم الفن، يخدم بيخدم ايه؟ بالسحر. والفن يسحر ايه؟ بالسحر. ده فن اللي بيقدم فن. هو يعني ما هو عشان معروف في ناس بتستخدمه. انا بتهم ان في قدمه اسماعيل ياسين من قبل في وقدمه لا لا فنس وقدمه اسماعيل ياسين ما طلعش قال العزيمه، مع ان العزيمه البهتيه من الاف السنين ما طلعش قال لك بهتيه كبير تتلوه تيران مثلا. انت شايف ان دي طقوس صحيحه؟ انتوا صحيحه انتوا بتعملوها في الناس تخش على بتاعكم يعني، مش الشغل بتاعنا. انا كل العلوم دي عندي، بس بستخدمها من باب الدفاع عن النفس. من عارف اللي هو تقاوم الامن مقوم. سيد عمر بن الخطاب لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بقطعه من الطواق قال له اتتقاهن يا ابن الخطاب؟ قال له لا، من عارف اللي هو تقاوم امن مقوم. لازم طيب قبل ما اسال دكتور جمال شاء يعني بالشكل ده، يعني ما هو هتلاقي ما الناس هتقول لك اللي هتاخده انه حتى مش عمل فني بيتناول الدجل والشعوذه، لا ده هو بيتعامل معاه لانها طقوس حقيقيه، وهي يمكن انها حتى تجلب كوارث لنا. وهو بيقول ده بالفعل حصل بسبب المسلسلات اللي تناولت اعمال او اللي تناولت عماره الازاويه المائله، طقوس استدعاء الجان وغيرها يعني. حقيقي بص يا فندم، احنا النهارده للاسف مع الانحدار الثقافي، طبعا الانحدار الثقافي عشان الناس ما تخلطش، في فرق ما بين الانحدار الثقافي والانحدار التعليمي. يعني طبعا الانحدار الثقافي ده بيجيب وراه انحدار تعليمي، انحدار اخلاقي، انحدار ديني، انحدار في كل شيء في المجتمع نتيجه الانحدار الثقافي. ولكن في اوجد فارق ما بين المستوى التعليمي والمستوى الثقافي. ممكن واحد معاه دكتوراه بس المستوى الثقافي بتاعه قليل، مش قاري، مش فاهم، يعني ما بياخدش مثلا، مش عايز ينظم العدل، مش عايز حد ياخد دوره، او هو عايز ياخد دور واحد تاني بيبلطج، وهو راجل مثلا استاذ دكتور ولا طبيب ولا وبيبلطج، ده ما عندوش ثقافه. فاحنا بنقول هنا الثقافة اللي احنا عمالين نتكلم، نقول الدولة عايزين نعلم ثقافة المجتمع المنحدر. الناس بتتخانق في الشوارع، الناس بتضرب بعض، الناس بتشتم بعض، واحد بيجيب ناس ويقلعهم هدومهم يلبسهم لبس الستات وينزل، ما هو ده الانحدار الثقافي.
هو خده منين؟ من الدراما. من الدراما. طيب. الله يفتح عليك. ليه؟ عشان احنا النهارده الفحوه الثقافيه اللي كانت مفروض بتيجي للناس من الكتب، من الميديا زي التلفزيون او الاذاعه، النهارده الميديا بتعلن برامج كلها بتروح ناحيه انا اسف تفاهات. يعني بدون مقاطعه اسماعيل ياسين عمره ما قال عزيمه. يعني انت قلت اسماعيل ياسين، تخيل حضرتك ان الناس كلها واخده فكرتها عن الطب النفسي من افلام اسماعيل ياسين. يعني انت لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك اسماعيل ياسين كان بيحط مش عارف بتاع، ما عنديش الكلام ده في الطب النفسي، انا ما عنديش مرض حاجه اسمها مجنون في المرض النفسي. ما احنا ناقشنا، بس خلينا في موضوع هو بيتكلم على ان التاثيرات صحيحه. يعني هنا ثلاث مسلسلات سحر، يعني هنا هنغيب العقل. ما احنا بنغيب فعلا، نغيب العلم للاسف الشديد. ده عمل فني ما هو موجود، بس السحر موجود في القران. بص هو نغيب العقل يعني بص لا انا ما بتكلمش عن الدجل والشعوذه واستدعاء الجن وعالم الجن والدجل غير السحر. السحر هي الدجل. الله ينور، كنت لسه هقولها. السحر هي الدجل. انت شوف المجتمع المصري او المجتمع العربي عامه النهارده، لما تلاقي واحد فتح محل موبايلات ومشي 15 واحد بيفتحوا محل موبايلات في نفس الشارع. صحيح. ليه؟ ان احنا ماشيين ظاهره قطيع. يعني احنا النهارده ما بنفكرش، في ناس نفوسها ضعيفه. الطبيعي ان الانسان في سينكينج، انا بفكر ايه الصح وايه الخطا. الحيوانات اللي هي الاعلى شويه مستوياتها عاليه زي الشمبانزي بيعمل حاجه اسمها ترايل والايرور، المحاوله والخطا. الحيوانات البهيميه بتمشي في ظاهره قطيع. احنا النهارده وصلنا مع الانحدار الثقافي ظاهره قطيع. احنا النهارده بنمشي كلنا التقليد. ورا واحد بس التقليد. فالنهارده بشوف التلفزيون بيعمل حاجه يبقى التلفزيون ده صح. في ناس عندها طالما التلفزيون عرض شيء يبقى ده قران. خليني عشان ما ابعدش عن موضوع، يعني ده تسويق للدجل والشعوذه ولا يعني في تمام. النهايه بيواجه الدجل والشعوذه. لو سيادتك واحد مستوى ثقافي مرتفع يعتبرها نوع من الفكاهه، واحد مستوى ثقافي منخفض ممكن يمشي وراها هيصدقها. طيب دكتور حسام عطا، انا فوجئت ليه الدكتور شاهين بيتعامل مع المساله على انها حقيقه. حقيقه يعني هو الحقيقه، يعني ده جزء يعني تكاد الناس لا تصدق ان يعني وجوده، وهو قدره الصور المرئيه في الدراما التلفزيونيه والبرامج والصور المصاحبه في التأثير في الواقع. والحقيقة يعني أنا أحب أبدأ مما انتهى إليه الدكتور جمال فرويز من حيث الإطار المرجعي للمتلقي. وحضرتك الحقيقة عامل كذا يعني حوار متتالي لإدراكك لخطورة الصور المرئية التلفزيونية التي باتت ليس فقط في الدراما التلفزيونية تعرض وتذهب، ولكنها تبقى في الأرشيف المسموع المرئي في الشبكة الدولية للمعلومات، يمكن استعادتها يعني مئات المرات بعد البث الرقمي المباشر يعني. فأصبحت شديدة التأثير وشديدة الخطورة. فالإطار المرجعي للجمهور هو اللي كان بيخلينا نشدد في مصر على أن الدراما التلفزيونية وما يعرض على الهواء لكل الناس هو أمر يجب أن يبقى في إطار الدراما التلفزيونية الاجتماعية. يعني كان التقسيم أن المسرح هو المعني بالشأن الإنساني وبالشأن السياسي الخاص وبمناقشة التفاصيل السياسية العميقة وبأسئلة الكون، وانه الدراما التلفزيونيه دي دراما اجتماعيه بالدرجه الاولى حتى في شقها الكوميدي، ده مصدر خطورتها. عندما انتهى دور التلفزيون المصري، وهذا العام انتهى تماما ولا يوجد شيء اسمه قطاع الانتاج، واستقال رئيس قطاع الانتاج، ولا توجد ميزانيه ولا يوجد عمل، ويعني خلاص اعلن خروجه من الساحه. خلال السنوات الماضيه الدراما التلفزيونية قامت بنوع من أنواع أخذ كل الأدوار التي كانت للسينما والمسرح وحتى بعض البرامج التلفزيونية، فباتت الآن تعمل بتكنيك السينما، بتقنية السينما، تقنية متطورة جدا. أيضا أصبحت تناقش موضوعات خارج النطاق الاجتماعي المحدود اللي كان رقابة التلفزيون المصري قيمة عليه، لأن رقابة التلفزيون لا ولاية لها على ما يعرض في باقي القنوات الفضائية.
الامر الثالث انها اخذت بعدا اكثر تطورا من برامج الحوار، واصبحت تقدم صياغات انتقاديه ذات طابع اجتماعي وسياسي، زي على سبيل المثال انتقاد المهن المتكرر. لان الناس في مصر لا يدركون تلك الشعره الفاصله، وشديد يعني الشيء المدهش بقى يعني الاكثر وشديد الخطوره. واللي انا الحقيقه يعني بشكرك للغايه، لان حضرتك وضعت ايدك عليه وهذه الظاهره تؤرقك. ودور الحقيقه الاعلام القدير انه يعني انه يطرح اسئله اكثر مما يقدم اجابات. فحضرتك طرحت السؤال ده من اكثر من وجهه نظر، ويعني حواراتك هنا تسببت في مجموعة المقالات اللي أنا نشرها في بوابة الحضارات اللي بتصدر عن الأهرام، يعني كلها بتناقش دراما تلفزيونية كرد فعل للأسئلة اللي طرحت، إنه هل الدراما محاكاة للواقع؟ الناس تصدق أنها محاكاة للواقع، وده شيء شديد الخطورة، لأن كثافة الصور المرئية اللي حصلة في العرض وفي البث بتجعل الناس تقوم بمحاكاة تلك الصور. يعني حقيقة الأمر إنه أرسطو لما قال إن الدراما محاكاة للواقع، عرفها بإيه بقى؟ عرفها بأنها شرط الدراما يعني كي تكون فن، أنها لا تقوم بنقل الواقع نقلا حرفيا، لأنها تقوم بإعادة صياغة أجزاء الواقع وفقا لفكرتي الاختيار والانتقاء والابتكار، لأنه لا يوجد فن من غير اختيار، من الاختيار هو اللي بيعمل وجهة النظر، ولا يوجد فن من غير خيال وابتكار، وبالتالي اللي بيقدم ده اللي جميع السادة المشاهدين، والمدهش ان احنا بنخاطب مهنيين، يعني في نقابة المحامين غاضبة، عدد من المحامين غاضبين، عدد من الاطباء من الممرض نقابة الممرضات غاضبين، والمضيفين دول ناس يعني على مستوى تعليمي وعلى مستوى مهني، والاطباء النفسيين امبارح فنحن نقول لهم ان هذا ليس واقع. ولكن من اين ياتي هذا الضغط الذي يجعلهم يصدقون؟ من فرط التاثير، وده بيقول ان الدراما التلفزيونية اصبحت مهنية على مستوى الحرفية وعلى مستوى الصياغة، وانها تطورت للغاية، وانها اخذت دور السينما والمسرح، وانها تلعب دور شديد الخطورة، يؤدي الى ان الدكتور دلوقتي والسحر برضو ده، انا يعني مع كامل احترامي لرأي حضرتك، لكن هناك رأي فقهي لامام الامة رحمة الله عليه الإمام الشعراوي الذي جدد لنا يعني تفسيرا للقرآن الكريم، يعني يحمل حيوية ويحمل تفسير لغوي ويحمل طابع شعبي، وهو فقيه عظيم يعني لا نختلف على مولانا، قال بشكل قاطع ونهائي أن قدرة الإنسان على تسخير الجان انتهت مع الملك سليمان، وأن عدا ذلك شعوذة وكذب ودجل، ولا يوجد شيء يا السادة المشاهدين، لا يوجد شيء اسمه دجل. الأكثر إدهاشا أن آخر تقرير أنجزته وزارة الداخلية في المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية قبل الثورة مباشرة، وده برضو كان دلالة خطيرة جدا على الوعي العام، أن 11 مليار جنيه مصري هو حجم الإنفاق السنوي على أعمال الدجل والسحر والشعوذة. رحمة الله عليه عبد الله كمال أحيانا كان يأخذني إلى مغامرات لما كنت بكتب معاه في روزة، فمرة يعني خارج نطاق المسرح، فمرة رحنا تتبعنا الحكاية دي، فروحت لقيت مشعوذ كبير ورحت دخلت وكشف عليا يعني كذب، وهذا المشعوذ يبعد عن ميدان الجيزة يعني حوالي 10 دقايق، ميدان الجيزة انت في الجيزة، انت في قلب الحضر، هنا 10 دقايق في اعمال الحوامدية، انا مش بعمل بلاغ ولا هقول اسامي ولا زال يعمل يعني. والمدهش ان المحافظات عفوا يا فندم، ان المحافظات اللي رصدها تقرير المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية
عن ارتفاع معدلات الدجل والسحر والشعوذة الكاذبة حيث لا يوجد جن ولا عفاريت، وده أمره له علاقة بالواقع. هي يعني الأكثر صلة يا أستاذ وائل، ده الخطر الأكثر صلة ممن يعتنقون أفكار دينية أدت بهم إلى ممارسات سياسية إرهابية. الجمهور العام، لأن العلاقة بين الخرافة، بين الاعتقاد الديني الممتزج بالخرافة والمرشد واتباع البشر وقطع الصلة مع العقل، هو جزء رئيسي. مزج الخرافة بالتوجيهات الدينية هو مصدر استخدام السلاح. فده مسألة يعني شديدة الخطورة. لكن إذا رجعنا للفن يا فندم، إذا رجعنا للفن، لما الأستاذ عادل إمام وهو فنان كبير وقيمة كبرى، يعني عليه كان أن يراجع مجتمعه، مجتمع بهذا الشكل أنت لسه محتاج تؤسس فيه. لسه إحنا في القرن 21 يا أستاذ وائل، محتاجين نقول، إن أنا أطلع أقول مع حضرتك إنه لا يوجد لجن ولا عفاريت، وإن مولانا الشيخ الشعراوي قال يا سادة أنه الجن والعفاريت ليس لها علاقة بالقرآن الكريم، وأن ما جاء في القرآن الكريم أبطل عمله بإبطال علم الملك سليمان، النبي ده نبي، أبطل، مفيش هذا الاتصالات. كون في اتصالات فلكية بقى لا شعورية بتاع، ده كلام يعني كلام خارج نطاق العقل والعلم. لما انت تبقى عارف كده يا أستاذ عادل تروح تعمل عفاريت، وبعدين بتقدم العفاريت ازاي؟ ما اقولك حاجة يا أستاذ، انت عارف علم ليل الصيف ويطلع في النهاية بقى الأستاذ الدكتور ويطلع لا وانا انا ولا ده استدعى عالم الجن والمصائب اللي هتقولنا بقى، هتقولنا بقى العفاريت دول واحنا نجننهم. هرد يا ما انا اقول لسعادتك بس انا قلت له والله هتقولنا انا بس عايز نخليهم يتجننوا. انا يا أستاذ وائل يعني مش عايز اناقش هل في عفاريت ولا مفيش عفاريت، هو هي انا قلت رايي عبثية، لكن ده عبث ولا يليق بينا في القرن الواحد ولا عشرين. لكن في نفس الوقت عندك لا ولا ما هو الدكتور المستشار مرتضى منصور القاضي السابق رئيس نادي الزمالك جامايكا، مع كل الاحترام والتقدير ليه، بيطلع يقول حاجتين طول الوقت، ان في سحر وعفاريت وان ما فيش حاجه اسمها 25 يناير. لا ما هي مش دوا لا يعني الاثنين بس خلي بالك في في لا في 25 يناير وما في سحر من الدجل والشعوذه. يعني يعني في ناس كتير بتعتقد ما فيش يا فندم هذا الكلام، بتعتقد طب اسحروني موجود في المسلسلات ده، يعني من يؤمن بالسحر يسحرني. الموضوع مش كده، ما فيش سحر يا وائل، انا الراجل بيقول لك هو دكتور، هو المشكله المشكله صلت عليا بس انا عايز اقول كلام في الفن. خليني يا استاذ وائل بس انا عايز اقول كلام في الفن، انا هسيبك تقول بس عشان طيب. إذا سمحت لي، الفنان الذي لا يدرك الإطار المرجعي للجمهور العام ولا يدرك الوسيلة والأداة التي يقدم فيها موضوعه يجب أن يساءل. دي مسؤولية اجتماعية تقديرية. أنت فنان كبير، إيه هو الإطار المرجعي للجمهور؟ صح. المعتقدات الدينية والمعتقدات الاجتماعية والظرف الاقتصادي العام والظرف السياسي العام. انا كفنان لازم اسال نفسي، انا لو انت بتعمل ده في فيلم في السيما في السينما اوكي، لو بتعمله في مسرحيه انما انت بتقول الدراما انت اللي بتدخل البيوت، انت بتكلم الجمهور العام يا فندم، سيبك بقى من 12 والعلامه الحمراء، اي حد بيفتح اللي. يبقى قاصد فمش لا انا انا لا اتهمه بانه قاصد، انا اتهم، انا اقول له هو المؤلف يا استاذ استنى بس الله يخليك يا فندم والممول يا فندم بس انا قصدي وده احد حواراتك يا فندم. الفنان الذي لا يد الفنان الذي لا يدرك لا يدرك الاطار المرجعي لجمهوره ويعرف كيف يغيره ويطوره للأمام مقصر في عمله. وفي حاجة يا وائل بيه، في كل الدنيا اسمها دراماتورج، احنا بنقول يا جماعة محتاجين تثقيف الدراما التلفزيونية. الدراماتورج ده اللي هو زي ايه؟ زي ما حضرتك كده بيبقى عندك في فريق الإعداد شخص بتثق فيه اسمه المراقب المشارك، اللي هو بيكلم حضرتك بيقول لك خلي بالك في لا التاريخ ده مش مظبوط. في كده في كل العالم، دراماتورج ده يبقى راجل بيفهم في الدراما وبيفهم في الاجتماع وبيبقى عنده ثقافة وعنده ناس بيستعين بيهم، يعني عنده فرق. انا عندي طيب نشوف بعض المشاهد كده واسمع تعليقك من هم الناس احتفالين بقصدين مسلسل عفاريت عدل علا.
عرابي اصلا ما ودول يعني لا انت مين من غير ما تعزم؟ شفت انا قريبه منك ازاي؟ انت بس تفكر فيا تلاقيني قدامك على طول. انت ايه اللي عملتيه ده؟ ما حدش طلب منك تعملي كده. انت ناكل الجميل كده ليه؟ اللي انت عملتيه ده مش جميل، دي السرقه. عدلي عدلي انا بحبك. بتبصي لي كده ليه؟ خايف تحبني ولا خايف لأذيك؟ الاتنين أذية. أنا حاسة بيك وعارف إنك عاوزني. حبي ليك ملوش آخر يا عدلي. انا عايز اتجوزك يا عدلي. قول لي انا بحبك يا سلام، وعمري ما حبيت حد غيرك. ادي حب يا بنت. فوقي فوقي يا سلام. اول مره احس اني وحشتك. بص لي كده ليه؟ يبقى انت ابتديت تحبني وبتفكر فيا. اهي شراه يا ادوناي اصبعود قال شراه. عايز اسالك سؤال. اسال. الجنيه اللي مع صادق الجعفري دي وضعها ايه؟ لم افهم سؤالك. انا ما احبش الجن الاغبياء، يعني قصدي اقول يعني الجنيه دي ليها وضعها عندكم؟ يعني مربطه مع حد من الكبار بتاعكم؟ لا يا عدلي، الجنيه اللي مع صادق اسمها كعد. اسمها ايه؟ كعد، من اسفل انواع الجن. طيب استاذ احمد شاهين، يعني هنا الاعتراض هنا من زاويه انه كل ده خرافات ودجل وشعوذه، تمام، وان ده عمل فني يعني خيالي، بس هو اعتراض الدكتور حسام انه الفنان لازم يشوف هو المجتمع عاوز ايه دلوقتي علشان اقدم له ايه يعني، وانه من العبث انه مسلسل يدفعنا الان لمناقشه قضايا من هذا النوع. هو مسلسل يعني. واحد انا بقول ثلاث مسلسلات. طيب. الحلال انت بقى بتاخدها بمعنى انه لا ده المسلسل يعني لا ده ماشي مع الواقع وانه بيحصل في الواقع. تمام. دكتور حسام بيقول لك لا وجود للدجل والشعوذه والجان ولا يجب ان نناقش ذلك يعني. اولا هو متفقين معايا في ان عادل امام مخطئ وفريق العمل منصفه، يعني فريق الاعداد ويوسف معاط الكاتب وعادل امام وجميع ابطال مسلسلات الثانيه زي الحلال زي اسماعيل خشاب، وفي نفس الوقت يوسف الشريف اللي هو جاي كطبيب من خلال كتاب الموتى في قفة الهاب. لكن هذه ليست مصادفة، هم أعداء الشعوب من خلال أعداء شعوب إيه بس يا أيوة أعداء مصر يعني من خلال تسليط رسائل مباشرة. والله هتحصل مشاكل. الفن بيوصل رسائل للمجتمع. أنا بتوقع لك إن في مشاكل فظيعة وقتل فظيع هيحصل الفترة اللي فاتت بسبب التسليط. بس رمضان يخلص بس. بسبب المسلسلات اللي بنشوفه دلوقتي وأشد. المسلسلات اللي هتفتكر كلام أنا أتوقع فيها ده هيزود المصيبة، البلة مصيبة. المشكلة هو ما المصايب هتحصل، أنا مش عايز تحصل مصيبة فتقول إيه أصل ده بسبب المسلسل. لا أكتر كمان. هي المصايب بتتوقف ما تتوقف. هتزيد. لا سواء لا في مسلسلات بس ارد على نقطه خرافه ولا مفيش. هو دلوقتي متفقين معايا ان عادل امام مخطئ والمسلسلات خاطئه، لكن ان هو بيقول ان الجن مش موجود وان هو توقف عند النبي. لا 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 انت قلت عند النبي سليمان، انت قلت عند النبي سليمان، فهذا كلام خاطئ. انا بقول لك كلام مولانا الشيخ الشعراوي. انا هجيب لك حديث السيده عائشه. دكتور احمد ما بتقولش شعراوي ولا سيده عائشه. قول ده قبل حديث الامام احمد. قول اخر حاجه النبي مش ده موضوع. اديتك فرصتك. انا لو سمحت اديني فرصتي. لا دكتور احمد هسمعك بس مع التاكيد. تمام. هو قال دلوقتي ايه؟ قال انتهى تسخير الجن عند النبي سليمان. قلت ولا ما قلتش؟ انا قلت. طيب السيده عائشه رضي الله عنها عن حديث لبيد بن العاصم من عائله زويق او من قبيله زويق اللي هو اليهودي الذي صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل هو اللي نزل، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال افتاني الرسول صلى الله عليه وسلم فقال افتاني ربي يعني استفتيت ربي فافتاني، جاله في الرؤيا من اللي عمل له السحر؟ قال له مشط وماشطه وجزع نخل ذكر النخيل، يعني السحر معمول كذا ومكان طيب. كذا سيدنا جبريل نزل. خلينا في الواقع إن لبيد أنا انا مش هعمل المناقشه يا ايام الرسول سخر الجن من اجل اذيه الرسول. اذا بعد في الواقع انت بتقول ده بيحصل موجود. بتقول ده بيحصل في الواقع وفي شخصيات في الواقع بتعمل كده. في شخصيات في مجال انا لو تحب اقول لك في السياسه وفي الفن وفي مجالات عده وعلى مستوى العالم بيعملوا ايه؟
بيستعينوا، ولو قلت اسماء الصحفة اللي بيحولهم يعني في مجال الفن لو سمحتي لي اقول لك اسماء، اقول لك لا اسماء لا 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 طبعا في فنانه كبيره جدا جدا كانت نجمه الجماهير في يوم من الايام تستعين بصحفي اسمه يوحنا الشبنوتي موجود في الصحفة واستعانت بيه وهي اللي توصلها. في الفنانه المغربيه الصماء التي تزوجت من الموسيقار سين سين، كانت متزوجة، مش كانت متزوجة، كانت على علاقة بشخص، لا خلينا بس ما من هقول هو لا تقول لسين سين على شخص، انت بتقول بس دلوقتي وصلت ازاي، وصلت ما انا بقولها وصلت ازاي عن طريق شخص كان متواجد في الثمانينات من جهة سيادية كبرى. الشخص دون كان راح المغرب عشان يتعلم السحر، فهو اللي وصلها واجت هنا تزوجت من موسيقار وارانيها في الثمانينات، كانت هابطة وكانت ساقطة فجأة دميع في الحفلات بتاعتها دايما مسلط عليها واحده وبتلبس حاجه حديد كده او عليها طلاسم، فجاه بعد ما لجنه الارانب في الاذاعه رفضتها فجاه عيلت ووصلت، ولما انقطعت علاقتها بهذا الشخص فجاه اندحرت. في عندك العديد من الممثلين والفنانين الوزراء ايام مبارك، منهم هقول لك انا بالاسم حسن الالفي وزير الداخليه السابق، كان يستعين بقصص وكهنه من الكنيسه، وهو اللي اتقلب عليه السحر، انا مسؤول عن الكلام اللي وقف على قضيه الالفي، وفي الاخر لان السحر باطل نهايته يا راجل انا اشتغلت اتقلب عليه السحر وحصلت مذبحه الاقصر. لا لا طيب خلينا بس واحد بيعمل زنب في الوزراء هو كان حسن الالفي ويمات احنا احنا ممكن استاذ وائل من الكنيسه يرفع عليه قضيه لو كلام غلط، لو سمحت ينفع عليه قضيه لو كلام غلط، انت محسس انك تصادق الجان اللي يتم تسليطهم يعني يا وائل بيه العقل عزل ولا تسعى للشهاده خذ الحكمه. طب الرد بتاعي انا اسال انا مسؤول يقع عليه مطلع هرد. طيب بشكل شخصي انت حضرتك اسمك حسن الالفي هو يرد يا سيدي بشكل شخصي لو عنده جوع انا اتشرف باني عملت مع اللواء حسن الالفي. هو هيقول لك انا بعمل سحر اسكت من فضلك. هيجي يقول لك انا بعمل سحر في مكافحه الارهاب في اسيوط عندما كان محافظا هتقلب عليها انتظر عزل. لا ما يصح يا جماعه وانا ارضى بك استهلا بس انا لا لا يا فندم انا ليه هو حسن الالفي انت حسن الالفي هو يرد. طيب ليه هو حسن الالفي يا دكتور جمال اشرف علميا علميا هو هيقول لك انا بعمل علميا خلينا بس لا ولا اسمه الكهنه انا لا انا يا بقول لك وتقلب عليها لا يجوز لا يجوز لا يجوز جمال مش على رايي علميا انا مسؤول عن كلامي. انت في الطب النفسي ده اللي مربيه يا جماعه لو سمحت اللي مربيه اسس كليه الفنون الجميله مش هيقول لك انا عملت ده متربي في الثقافه لسه في الطب النفسي في اسماء وابنه سفير لو سمحت بقى لو سمحت ما هو يعني ما يصحش لو سمحت خلينا نكمل الكلام. علميا ونفسيا في الطب النفسي ده بقت المساله مش مسلسلات يعني لا ده بياخدوا المواطن الى يعني تغييب العقل الى هذا الحد. تمام. في الطب في العلم علم النفسي يعني في الطب النفسي في مرض اسمه بوزيشنال سندروم اضطراب اللبس. اضطراب اللبس ده كانوا بيشخصوه في الكليه الملكيه البريطانيه ان هو بيقول لك المريض احساس ان في قوه خارجيه هي اللي بتمشيه. هم مش عايزين يقولوا ان ده هلاوس ومش عايزين يقولوا ان ده ضلالات مش عايزين يقولوا ان ده فصام ولكن هذا الاعتقاد قال لك عشان نطلعه بره بس انت بتؤكد انه مرض وهلاوس ما هو قال لك هم يعني هم جماعه الانجليزي اللي قالوا كده مش انا قالوا عشان نطلعه بره اطار مرض ان هو فصام في منطقه معينه من العالم ان هم مطلعين في حاجات اللي هي الباراسايكولوجي يقول لك في بعض مناطق من العالم ليها حاجات غريبه كده مش موجوده الا فيها فهم حطوا الخريطه بتاعت المنطقه العربيه وحطوا سواد على مراكب المغرب جزء من الجزائر جزء بسيط جدا من تونس ليبيا ملوها ايجيبت او مصر اتملت السودان اتملت الجزيره العربيه اتملت جم قال لك الغريب ان هذا الاضطراب اللي هو اللبس قال لك تيجي في فلسطين فلسطين الضفه الغربيه نهر الاردن مع قطاع غزه قال لك موجود طيب بجد عشان لازم اطلع فاصل طب هطلع فاصل ونكمل بعدها هل المسلسلات اللي بتناقش الدجل والشعوذه بتسوق للدجل والشعوذه ولا يجب ان احنا نتعامل معاها على انها كوميديا فانتازيا يعني ونشوف بقى نقيمها فنيا يعني دكتور حسام بيقول لما نقيمها فنيا بنقول لا بالزبط. المجتمع مش محتاج ده دلوقتي لا ده المجتمع مؤمن إنه... بدايه فندم يعني هذا المستوى التعليمي معك مؤمن اهو فانت لما تعمل كده يا استاذ عادل انت غلطان واساسا بحث قانوني بيجيب انه هو منظور انه بيغذي الخرافات والدجل والشعوذات وجودها طيب هطلع فاصل مشاهدينا نحييكم من جديد القضية تتعلق بمسلسلات رمضان مسلسلات بتدخل البيوت يعني مناقشة قضايا الدجل والشعوذة
يمكن أن تناقش في إطار مواجهتها، لكن البعض كمان يمكن أن يناقشها في سياق التسويق لها، أو البعض الثالث ممكن أن يتعامل معها لأنها يعني نوع من الكوميديا والفانتازيا. هل المجتمع بقى يحتاج لده؟ هل ده دور الفن، ولا بندخل كمان في اتجاه تاني بيتكلم عنه الأستاذ أحمد شاهين ولسه مصمم عليه إنه لا، اللي احنا سمعناه ده التعويذ دي والطقوس دي صحيحة وتستدعي الجان، وفي مشاكل أكتر هتحصل وبلاوي زي يعني هتحصل. يعني من ينتمون للعقل والعلم وصحيح الدين والجبهة تمثلها بهذا الشكل هيقولوا كل ده يعني فنكوش. وأنا أي كلام يعني. وأنا خارج عن الدين، إذا كان الدين ذكر الجن إذن فهو في صحيح الدين إن الجن والعفاريت والتعويذ والطلاسم كانت متواجدة موجودة وكانت لا أنا ما خلاص مش عايزين نرجع بقى لنقطة الصفر. تمام. تأثيرات ده أنا بشوفه إنه التأثيرات يعني خلى الدكتور حسام بيقول أهو النتيجة إيه؟ إن هنلاقي الكلام ده إنه تأثيرات المسلسلات اللي بتتناول هذه القضايا بشكل مش في عمق المواجهة، لأن يمكن إن احنا نناقش الدجل والشعوذة وتشبث الناس بها وتعلقهم بالأوهام وابتعادهم عن العلم والعقل وواجه ده يعني، انما هيبقى في النهايه هيبقى عندنا اراء زيك كده يا استاذ احمد وتقول انه لا ده موجود في الواقع يا جماعه، وهناك من يخاوي جان، وهناك من معقوله يا جماعه في شخصيات مشاهير في القرن ال21 مخاوي جن وفجاه وصلت الناس بتطلع لفوق والعالم بيتقدم واحنا قاعدين نقول لك مخاوي جن. مش في القانون بيقول لك الاعتراف سيد الادله الشخصيه الشعر الكبير بدون ذكر اسماء هو كان بيلبس جلابيه بيضاء هو اعترف قال لك انا مخاوي جن، هتبقى ملك اكتر من الملك يعني انت ملكي اكتر من الملك، هو اعترف. مين اللي اعترف؟ احمد فؤاد نجم. يا راجل ما تقولش بس ده، مش عايزين اسماء لو سمحت يعني. طيب شاعر كبير الله يرحمه بقيمته وقامته، ده من اكبر ده من جبهه العقل والعلم، لم اجد شخصا مش يقول يساند مش العقل والعلم زي احمد فؤاد نجم. هو اللي اعترف. خلينا بس انت رديت عني بقى عشان مش كل مره بقى تقول اسم. طيب. يا جماعه احنا كده القضيه بقت عندنا في النهايه. حضرتك من فتره ذكرت طلسم معين لزعيم كبير وانا كنت اول من اثر الموضوع ده ومش هقول اسمه والناس عارفاه. طلسم ايه بتاع ايه ده؟ شويه كلام ده هنكوش. لا ما انا بقول حد موجود يعني. موجود هو ده. انا ممكن اكون بجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا. هو طلسم اساسي بس زودوا عليه حاجات عناكب وحاجات من اجل ان هم يحصلوا. بدا فعلا الحظوظ بدات تبقى معكوسه. ناس كتير في مصر حاليا، ناس كبار وناس صغيرين، معمول لهم اصحاب عشان تقف. الفشل بيخلي الناس يقول لك اللي بيسقط في الامتحان مش كل حاجه انا معمول للساحه يا ابني انت ما ذاكرتش. في حاجات مش طبيعيه اللي بتفشل في عمل أيوة. فني ولا بيفشل يقول لك انا عمل ما يكون صمد، لكن في ناس بتعمل المستحيل وبرضه حظوظها واقفه. طيب في حاجات مش طبيعيه. طيب خلينا اسال دكتور في ده بقى، لان انا اكثر ما اخشاه انه يتم في النهايه التسويق لده. الناس خلاص لا تتعلق بالاسباب الحقيقيه وتبتدي تشوف تتعلق بالاوهام والدجل والشعوذ وتشوف المسلسلات وتقول ده بتساعدني في كده يعني. مع للاسف الشديد ما ده اللي احنا بنتناقش فيه من اول البرنامج، ان هل هذا البرنامج او هذه المسلسلات لائقه للمواطن المصري في هذه الفتره مع هذا الانحدار الثقافي؟ لا، احنا بنقول المسلسلات قد تكون حقيقيه زي ما الدكتور احمد موجود خلاص مش هيكذبك، ولكن ده هو مصمم ان الطلسم اللي قاله عادل امام ده حقيقي وده اللي جلب شويه وطالب الدوله حادثتين ثلاثه حصلوا وطالب الدوله بوقف عرضها حتى اخر ده في انا متوقع في بلاوي في اخر اربع خمس حلقات. هفترض ان عشان الطلاسم اللي بتتقال دي يعني اربع خمس حلقات يعني ده مش خيال مؤلف، ده خيال مؤلف في النهاية. مش خيال مؤلف دي مصيبه. ده هو هيطف عليهم بلاوي، لان انا هقدم بلاوي النبي عامل هو اللي يتوقف عرض مسلسلها ويقدموا تعويض جزاء الحوادث الارهابيه والعمارات الازهريه والحاجات اللي حصلت والبلاوي اللي هتحصل بعد المسلسل. ما تخليش الناس تضحك على الكلام ده. لا ما بتضحكش دكتور احمد، في ناس يعني الحوادث يعني الارهابيه بتحصل لان في ارهاب العمليه قبل عرض المسلسل وبعده هيحصل في ارهاب موجود. العمليه زادت وتيرتها وهتزيد اكتر، وانا متوقع بلاوي زي او فوضى هتحصل الايام القادمه. هل الكلام ده نفسه تغيب نوع من تغييب للعقل؟ للاسف الشديد ما ده زي اللي هياخد مخدرات زي اللي هياخد حشيش ان هو بيهرب من الواقع. انت كلامك قد يكون صحيح، انا ما اقدرش اكذبك، ده علم. تمام. وطالما علم خلاص فوق دماغي من فوق، ولكن انا راجل علمي. لا انا هختلف معاك في ده وهقول لا ده ليس علما ولا علاقه. طالما اتكتب في كتاب وفي هو بيقول انا درست في جامعه فامريكا يطلق عليه خلاص علم. اي حاجه ده علم تغييب العقول. تغييب احنا بنعتبره تغييب للعقول. فبنقول ايه بقى في المجتمع منتشر الناس دايما تحب تتعلق الانديه والخرافات والدجل هو من الواقع يعني. انتشر عندنا بعد 77 بعد ما الثقافه المصريه الاصليه ابتدت تدخل عليها ثقافه
غريبا بعد النكسه كمان بعد 77 لا يا فندم بعد 77 لما ابتدت في ناس ترجع لك من المنطقه العربيه بثقافه مختلفه عن الثقافه بتاعتك فانت بقيت مسخ انت بقيت مسخ ثقافي بعد ما كنت ثقافه بيور اللي هي الثقافه النهريه بقيت ثقافه نهريه مع ثقافه صحراويه ده وصلنا ان احنا مسخ نتقبل اي شيء غريب وانا اتهم السلفيين انت حضرتك توصل بس مش عايز تقول انا بقولها انا ما بتهمش حد السلفيين انا ما بتهمش حد انا بقولها انا بقولها 99% من اصحاب الدون والسلفيين اللي اجوا بقى من الخليج او اجوا من الخليج حتى الموجودين من افغانستان هم سبب الوباء بدون دلوقتي 99% الاعلانات احنا عايزين نصلح الاعلانات موجوده في مصر البشعه الاوكيا الشرعيه افكلك الجن موجوده في الشوارع عايزين نصلح ولا عايزين اعلانات ان في شيخ عاملها افكلك الجن وافكلك السحر موجوده في الجيزه موجوده خلينا نواجهها هو ده مصلحك ان هو ده يعني هو مش عايز يقول انا بقول لك هم السلفيين سبب الوباء كلهم هم سبب الدجل والشعوذه يا دكتور احمد بس اضيف معلومه أي واحد يعني معلومه صغيره بعد اذنك يا الا ما احمد رب عشان بعد اذن حضرتك ربنا يستر طيب في هوليود في مكتب بيراجع الافلام اللي بتتعمل بالظبط كده هذا المكتب احنا زرناه تبع يعني كنت في احد الجهات بشتغل فاحنا زرناه هذا المكتب مسؤول عن ايه كل فيلم بيتعمل مين التارجت اودينس بتاعه بالظبط رايح لمين هيتعرض على مين الهدف منه يعني فيلم زي مثلا اللي كان عامله سيلفستر ستالوني كان عامل 5 افلام ان هو بيطلع الجبال ده كان معمول ان هم عشان افغانستان وقصه افغانستان فيلم تاني هيتبعت اللي هي رامبو مجموعه رامبو الخمسه فيلم هيتبعت للمنطقه العربيه فيلم لازم يبقى فيه سحر وشعوذه والدجل ان ده اقتناعاتنا فيها شويه بنات حلوين دي حاجه بتبسطنا فهنا النهارده احنا في مصر احنا في ظروف صعبه بنتكلم وده انا بطلبه من اعلى القيادات في مصر من القيادات السياسيه العليا بقول لهم احنا في ظروف صعبه وعايزين نتخطى بشعبنا هذا المستوى الثقافي المنحدر اللي احنا وصلنا ليه ان احنا مش طايقين بعض ما النهارده لما بتتعامل حتى الاخ مع اخوه او الجار مع جاره ما كناش زي من 20 سنه ولا 30 سنه ليه انحدار ثقافي عشان نرجع طيب. الثقافه دي لازم اعلي مستوى الدراما في مصر في تعليق اخير بس انا اللي بيهمني خلاصه القضيه كلها دايما الاعمال الفنيه اللي بتتناول الدجل والشعوذه هناك من تناولها لمواجهتها ولخدمه المجتمع بانه يا جماعه تعالوا نلجا الى الطب ولا نلجا للدجل نلجا الى العلم ولا نلجا للشعوذه نلجا الى العقل ولا نلجا الى الخرافه لكن هناك اعمال فنيه يمكن ان تسوق لها وزي ما انت بتقول زي ما انت شايف اهو بدا الحديث عن انه اصل الطلاسم حقيقيه وان هي دي اللي تسببت في مصايب حصلت في البلد خلال الايام القليله الماضيه شايف ده خطوره الفن هنا طبعا يا فندم ده خطوره الفن ولذلك انا اسمن دور حضرتك في اضاءتك لطلب الاحاطه المقدم للسيد رئيس الوزراء في مجلس النواب وانا من منبرك باطالب السيد رئيس مجلس النواب بتفعيل هذا الامر بطريقه ذات صله بكل مؤسسات صناعه الوعي احنا يعني اولا ما فيش تشريع في الرقابه والرقابه دي مش الشباب الغلبان اللي بيقبض ال 1200 جنيه الحد الادنى للاجور عشان يواجه يوسف معاطي اللي بيقبض ملايين او يواجه مسلسل فيه مليارات في مليار جنيه يعني لما انا يعني ناس منتجين بكل هذه الملايين بيروح ولد غلبان في الرقابه اولا ما عندوش تشريع ثانيا ما عندوش قدره اجتماعيه على حمايه نفسه لو رفض البتاع وثالثا اللي قاله الدكتور جمال شيء شديد الاهميه انه مفروض يبقى في مكتب بيصنع مش بس يمنع في مكتب يمنع الصور الاجتماعيه السلبيه ويصنع نماذج القدوة والاحتذاء في مصر لما كان عبد الحليم حافظ هو نموذج الشباب في الحب والغرام والاختيارات كان الشباب في مصر مختلف لما محمد رمضان هو الموديل الذي يحتذيه الشباب في مصر وصلنا ما نحن عليه عملوا زي فنحن أمام ظاهرة خطيرة من الصور وعلى الدولة والمجتمع المدني وعلى الفنان عادل إمام أن يدرك أنه أخطأ وأنه يكرس للخرافة في مصر مش عادل إمام بس عفوا وأن أمواله يجب أن التي حصل عليها من إيراد الشعب المصري ندخل في أموال الناس نجيب الريحاني يسيب لنا مسرح
نجيب الريحاني. نجيب الريحاني ساب مصر ايضا ايضا ما قدمه عادل ما قدمه عادل امام من اعمال فنيه في مواجهه الفساد والارهاب فنان كبير طبعا لها قيمتها الكبيره يعني. اذا انت بتختلف مع عمل لكن ده يعني لا ينتقص لا من انا بساله لانه قامه كبيره وفنان طيب. كبير عن دوره الوطني والاجتماعي. بشكركم جميعا. في كل احوال يا جماعه قضيه الدجل والشعوذه قضيه في غايه الاهميه، هناك من يتناولها والفن يجب ان يتناولها. يعني هذا الحديث مش معناه انه لا يجب عدم تناول، احنا في هذا البرنامج بنتناولها لكن في اي سياق وباي هدف. هناك من يسوق لها، هناك من يواجهها. الدجل والشعوذة ينتشران في المجتمع بشكل كبير زي ما قلت، اللجوء للخرافة أكثر من الطب، وللوهم أكثر من العلم، وللخزعبلات أكثر من العقل. وبالتالي بعض الناس بتتعامل مع المسلسلات إما إنها بتواجه من خلالها الدجل والشعوذة أو إنها تسوق للدجل والشعوذة. دي قضيتنا اللي من خلالها ناقشنا القضية، وأعتقد يعني إنه في كمان أكثر من مسلسل فيه قضايا متعلقة بالدجل والشعوذة والخرافة. كفر دلهاب مثلا بتكلم عنه، بس أنا بشوفه إنه بيعلي من قيمة العدالة. يعني الدجل والشعوذة هي قضية موجودة في المسلسل لكن موجودة بشكل يواجهها وبشكل يعمل أو يؤدي إلى أعمال العقل والعين. في مسلسلات تانية أيضا بتتناول هذه القضية، وغدا إن شاء الله هيبقى معانا الفنانة هالة صدقي وهي يعني في عفاريت عادل علام، وحنتناقش كمان معاها في قضايا متعلقة بالفن. بعد غد هيبقى معانا الفنان الكبير محمد صبحي. يوم الخميس هيبقى معانا أبطال وصناع مسلسل ظل الرئيس، وهو من أكثر المسلسلات التي استحوذت على اهتمام المشاهدين ويصنفها البعض على انها على ان المسلسل رقم واحد في المسلسلات حتى الان. غدا ان شاء الله هنكون معاكم في حلقه جديده.